فمحتاجين يا أخواننا عشان الناس يستقيموا على أوامر ربنا سبحانه وتعالى ويبتعدوا من النواهي عشان يفلحوا في الدنيا والآخرة وربنا يصلح لهم دينهم ودنياهم. المحتاجين شنو؟ أول حاجة يصلحوا العقيدة دي. تخيل الناس كان بيشاكروا بيناتهم وحروب ومشاكل ودماء ومصائب وفتن، ربنا يصلحهم بفضل التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مش المراد كلمة زول يقولها، وإنما يعتقد المعنى بتاعه. المعنى بتاعه إنه العبادة دي حق الله برا، وإنه العبادة لو صرفوها لمخلوق ده كفر وشرك وربنا بودي صاحب النار. لما العرب كانوا بيفهموا اللغة العربية قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، الله برا يعني تاني ما معه واحد تاني، لا كركاب. واحد جابوه دكتور في المولد الفادة في جامعة أم درمان الإسلامية دكتور تفسير، قال كركاب مطر بلا سحاب. أول حاجة دي أخواننا مخالف لسنة الله الكونية، لأنه ربنا سبحانه وتعالى جعل لأي شيء سبب. الولد بيجي بالزواج، الشبع بيجي بالطعام، المطر بيجي بالسحاب. ربنا قال أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز قاحلة، ما في أي شيء، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ مهما بقى الإنسان صالح والله ما ينزل مطر. وربنا تحدى موضوع ده أخواننا، ما في غلط، ربنا تحدى في أي عمل لنا بيان بالعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولذلك أخواننا أول حاجة بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام العقيدة الصحيحة، وهم خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أمرهم بالصلاة، ولا لأنه أمرهم بالحج، ولا لأنه أمرهم بصلة الأرحام، ولا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ببر الوالدين، ودي كلها عبادات كويسة، ولا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإحسان للفقير والمعدوم والمقطوع والمسافر إلى آخر، لا، لأنه قال لهم يا أخواننا اللات والعزة ومنات ما بينفعوا، وديل كانوا أولياء زي ما قال ابن عباس في تفسير ابن جرير وفي صحيح البخاري، كانوا أولياء. قال لهم ديل ما بينفعوا ولا بضروا ولا بيعملوا حاجة. قامت العداوة طوال لغاية ما جاء في القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الله وأبو يستجيبوا، قاموا جو دارين يعجزوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يظهروا عجزه، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، من باب الاستهتار والاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا نشوفهم قدامنا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. نعيلة كده طالع فوق، شوف الاستهتار ده كيف، ليه كله ليه؟ لأنه قال لهم أعبدوا الله برا، وقال لهم الشرك ده بيدخلكم النار وتاني ما بتمرقوا منه. وقال أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. العلماء قالوا زي ما ذكر ابن كثير، قالوا أو 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 ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قالوا بعد ما تنزل الكتاب نقرأه تقوم تحيلين قصي ابن كلاب، لأنه ده الجدل بيتبعوا فيه أغلب قريش، وقصي ابن كلاب يجي يقول لنا يا ناس قريش محمد ده رسول آمنوا به وكلامه ده حد. شوف الاستكبار ده كيف. ولذلك يا أخواننا أول ما يتم به الإصلاح هو التوحيد، والكلام ده قالوا العلماء ما قلناه نحن. في هذه الآية من سورة الآية 56 من سورة الأعراف قال الإمام القرطبي وذكر قول القشيري
قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أي بالشرك وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. قال ابن عطية وهو من العلماء رحمه الله، قال وهو يقصد أنه فسر الآية بأعظم أمر وهو الشرك بالله، فدل على أن الإصلاح هو التوحيد وعبادة الله وعدم الإشراك به، وعلى أن الفساد هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا الناس دي إذا انصلحت قلوبها بعد ذاك بقية الطاعات بتجي. أزول بعد ذاك مما يقروا عليه آية بيستجيب لها، إنك أفعل يستجيب، أنك لا تفعل يستجيب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيصلوا في المسجد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يصلون في المسجد، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مشى على المسجد، مشى الرجل على المسجد الآخر فوجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال أيها الناس إنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يولي وجهه قبل المسجد الحرام. الناس في الركوع كلهم رجعوا وطوالي ولوا وجوههم إلى وين؟ إلى المسجد الحرام. ليه أخواننا؟ لأنه انصلحت القلوب، القلوب انصلحت. ولذلك من أول معالم الإصلاح التوحيد، وده أهم معلم ربنا من أجله خلق الناس. وزول اللي بيتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ده بيضر في الدنيا والآخرة. في الدنيا بيمحق عليه وبيذهب منه البركات. ربنا سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر. قال ابن كثير من معنى الفساد وهو ضد الإصلاح الذي نتحدث عنه، قال هو ذهاب البركة وشدة المؤونة وغلاء الأسعار وجور السلطان. دي نحن عايشين ولا ما عايشين؟ ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ده القرآن، ده القرآن قال كده. السبب بتاع الفساد هو الشرك بالله. ألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله. قام شان مشيئة الله رجع ورا وجاب مشيئتهم قدام، قال إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. ده مداح كبير في البلد دي، عرفته؟ مداح كبير وكثير من الناس بيعتقدوا فوقه. يا أخواننا الكلام خلوا، لو كلامنا ده حد جماعات شوتوا البحر. القرآن ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان شنو؟ عليما حكيم. يا أخواننا دي أبجديات. ربنا قال قل، يعني يا رسول الله للمشركين الكفار الما خشوا الدين ولا أمنوا بالرسول ولا بؤمنوا بالقرآن، ربنا قال لهم قل من يرزقكم الرزق، من يرزقكم من السماء والأرض. تلقى زول معلق له حجبات في الدكان يقول لك ديل بس افتح بين الرزق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. يعني كل الكون ده بيصرف منه، كله كونك تشرب ماذا مكتوبة في اللوحة المحفوظ، تشرب موية صحة، تأكل في تريتا، تأكل ويكا، عرفتها، تمرض تبقى كويس، كونك تموت بيتين تحيا بيتين. دي اسمها يا أخواننا توحيد الربوبية. زي ما قال إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ده القرآن قال كده. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت
فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، إلى آخر الآيات. قال الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين. ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. صينية الغداء دي فيها كسرة وفيها عيش، فيها رغيف، فيها جرجير وطماطم وملحات. ربنا قال تفكر فيها جاتك كيف. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. وشوف ربنا بيذكر نفسه بالضمير بتاعنا الذي يفيد التعظيم والتحدي. بيتحدى والله، مش لو بقى ولي، لو بقى صالح لما بضوي عديل ما يقدر يعمل ولا نص حاجة في ده. ربنا سبحانه وتعالى قال أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها. البمرقة الله ما نحن، عشان كده ربنا قال أفرأيتم ما تحرثون. الحراتة، الحراتة كونك تقلب الواطة وتبحثها، صح ولا ما صح؟ نحن اسمنا بحاتين، ما قاعد تشوف الجدادة بتقلب الواطة كيف ودارت تكوس لها حبة بتاعت عيشة. ربنا نحن سمانا بنحري. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم. شوف التحدي ده كيف. انت عارف سبحان الله الآيات الجات في التوحيد يا أخواننا ما فيها تحنيس ولا فيها نقل من مرحلة كده لمرحلة، ها؟ فيها تحدي. الخمرة فيها مراحل، صح ولا ما صح؟ كويس. كثير من الأمور ربنا نقلها للناس بمراحل، أما موضوع التوحيد لأنه ما فيه مجاملة. كويس. ربنا قال أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. الحب بأي ثمرة ممكن تنطحن، الدخن، العيش، القمح، الفيتريت، غيره، وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ربنا الكسرة من الحب والبامية بتزرع والفاكهة والعنب دي كلها قامت بما أنزل الله من السماء. والأب طعام البهائم، طعام بهيمتك، ربنا أكلك أنت وبهيمتك. شوف النعم دي كثير، عشان كده ربنا قال وأسبغ عليكم نعمه. شنو أسبغ؟ أسي يقول لك يا أخي عليك الله الملاية دي أنا دائرة تدخلها لي في سبغة ترجع زي ما كانت، بتقوم تدخلها جوا موية وتحل فيها اللون، صح؟ أو الجلابية ظهيرة بتسبغها، يقول لك أسبغها تمام بتعطينا. ربنا شبه البني آدم والمخلوق إنه نعم ربنا مش ادت ما كثير عليه ومحيط به، زي كأنه ربنا جابه بني آدم ده وغمسه جوا النعم. بعد المخلوق يمشي للمخلوق زيه يقول لك كب يا بشام ولا يا فلان. إخوانا المسألة السوداني بيقول لك الخيل تجقلب وشكر لي حماد. الليلة لو في واحد عنده والدخوه من صغير سماه كويس ودفع له ولغاية ما خش المدرسة والرسوم والكراسات ولحد ما كبر وقف معه لحد ما خش الجامعة وشد حيله وعمل له وظيفة وسوى له عربية وكبر، بعد ذاك بيجا يقول يا أخواننا الله أنا زول عصامي، نفس عصام سودت عصامة وعرفته الكرة والإقدامة. ده مش بيديه بملوت، مش بيطقه بيكسر له رقبته، ده في الدنيا. في الدنيا انت الأحسن لك ده الناس ما بيقبلوا منك، إنه الزول الأحسن لك ده الناس ما بيقبلوا منك إنك تشكر غيره، صح ولا ما صح؟ طيب كيف يا ربك؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عشان كده المعاصي كلها كان يا أخواننا الزول لو وقع فيها ربنا بيغفر له، لأنه قد يكون فيها
مبرر لكن ما سبب. الشاب قد يكون قوي تغلب نفسه يقع في الزنا والعياذ بالله، والزنا كبيرة وجريمة وربنا سماها ساء سبيلا وهي محرمة لا شك، وعقوبتها في الآخرة عظيمة. لكن يا أخواننا الشاب قد تدفع شنو؟ الشهوة. الزال البزرك قد تدفع شهوة حب المال أو قد يكون معدوم. الزول البقتل قد يكون استفزوه والغضب إلى آخر. لكن الشركة سبب شنو؟ الشركة يا أخوانا سبب شنو؟ ما في أي سبب. كونه تجعل المخلوق ولو كان صالح، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام، تجعله مع ربنا سبحانه وتعالى بما فيها سبب. السبب شنو؟ في زول بيستمتع بالشرك، الزول غادي يسرق يمشي يشتري له حاجات وكذا، يشتري عربية عرفت، ما في ناس سرقوا البلد كلها ولا ما سرقوا ويستمتعوا صح؟ ده بيستمتع. لكن انت الشرك ده بتستمتع بجنو يا اخوانا؟ المتعة في الشرك وين؟ مع انه ما بينفعه ولا بيجيه، وفي الشدائد ما بحله. ونحن بلدنا السودان ده ملام قبب، ونحن بلدنا دي من اتعس البلدان كويس، وما نفعونا نحن بيسوي به شنو؟ ولذلك يا اخواننا من اعظم واول طريق الاصلاح هو التوحيد والعقيده الصحيحه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال: يقول الله لاهون اهل النار عذابا لو ان لك الدنيا ومثلها معها اكنت مفتديا بها؟ فيقول: اي والله يا رب. فيقول له الله: كذبت، قد اردت اهون منك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. عشان كده أخواننا الزول بيحذروه، لأنه ده أغلى ما يملك تحافظ عليه، وده البيه ربنا بيقبل أعمالك وربنا بيدفع عنك النار وبدخلك الجنة، وبسببه ربنا سبحانه وتعالى بخلدك في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأول معلم هو العقيدة الصحيحة، وده الركز عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذاك أبرز قبره، يعني كان مرقوا من حجرة عائشة والدول بقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فحماه الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يلقى واحد عشرة دارين يبايعوا على الإسلام، يبايع تسعة واحد ما يبايعوا. قالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا الحديث في المسند من رواية عقبة بن عامر. قال: إنه معلق تميمة حجاب، يقول لك يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لي كرعية، هذول ده حجاب ولا برول من فوق لتحت كويس، وما بينفعك. النبي عليه الصلاة والسلام أبى يبايع على الإسلام لأنه ده بيناقض الإسلام. قال: إنه معلق تميمة. فأدخل الرجل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. من الشرك إن زول يحلف بغير الله، وحات فلان وحات سيدي وحات القبة وحات النبي وحات أولادي وحات الملاح وحات القعدة، ده شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو شنو؟ أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والكلام ده ما قالوا لينا نحن يا أخواننا، إحنا التعبانين وما عندنا حاجة، قالوا لعمر بن الخطاب وقد سمعه يقول. والخطاب ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ده صاحبي، وهو صاحب يكون قال لكن ما في قلبه، لا، قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، لا نسيان لا مذكر، تاني ما حلفت بغير الله.
ولذلك أخواننا ده من أول وأعظم معالم الإصلاح. كذلك من معالم الإصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المجتمع يا أخواننا إذا ما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ربنا سبحانه وتعالى بيعمنا الشد بالعذاب. ربنا قال وما كان ربك مهلك القرى وأهلها جنو مصلحون، ما قال صالحون، ما قال صالحون، قال مصلحون، لأن المصلح أصلح نفسه ويسعى في إصلاح غيره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أي حاجة يا أخواننا، في الحياة، في البيت، في الجامع، في الطريق، في الزراعة، في العربية، في أي محل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن بيد الظالم أو يوشك أن يعمكم الله بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. شكذا جاء في تفسير الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال أمر الله الملائكة أن تهلك قرية فجاءت الملائكة فوجدت رجلا يعبد الله فرجعوا وسألوا الله وقالوا إن فيها فلانا عبد صالح. قال الله عز وجل فبه فابدأوا فإنه ما تمعر وجهه في قط.